نطلع من الماتش ده من غير ما نقول حقيقة مؤكدة. بعد 3 ايام من بطولة افريقيا افضل جمهور هو جمهور الجزائري بنسبة 100%. اذا استثنينا موضوع الجماهير المصرية اللي حضرت بكمية كبيرة، الجمهور ده هو افضل جمهور حضر حتى الان. الجماهير من ساعة ما جت اول مرة لغاية دلوقتي بقالهم حوالي 4 ساعات متواصلة الجماهير ما بتهداش. بجد احسن جمهور حتى الان هو الجمهور الجزائري بمراحل. كمان عايز اقول حاجة مهمة وهي اداء منتخب الجزائر النهاردة كان اداء حلو جدا خصوصا في الشوط الاول. يعني الاداء في الشوط الاول كان مبهر. تاني حاجة الجماهير ما شاء الله الجماهير حاجة يا جماعة في منتهى الود جدا جدا جدا. انا اول مرة احضر ماتش يكون فيه جماهير جزائرية اول مرة. اللي بيقول الجماهير الجزائرية صعبة او وحشة ما قعدش مع جماهير جزائرية قبل كده، او يمكن الخلاف اللي كان قبل كده بين جماهير جزائرية وجماهير المصرية كان خلاف غريب. يعني انا مش متخيل ان الود الفظيع اللي شفته من جماهير النهاردة ده ممكن يكون زي ما الناس كانت بتقول جماهير صعبة او جماهير. لا 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 بالعكس تماما، افضل جمهور حتى الان لو استثنيت الجمهور المصري هو الجمهور الجزائري. عايز اقول حاجة، المدرجات المخصصة للجماهير الجزائرية كانت مليانة عن اخرها. كمان وده الاهم، مفيش ثانية طول الماتش الجماهير بطلت وكاف. حتى بعد الماتش ما خلص بحوالي 3/4 ساعة لسه الجماهير ماشية وعمالة تهتف، ومش باين ابدا ان هم يبطلوا دلوقتي هتاف. اللي انا شايفه ده يا جماعة افضل جمهور حضر حتى الان باستثناء الجمهور المصري. الجماهير ماشية هتاف كبير جدا، مبطلوش هتاف يا جماعة، بجد حاجة جميلة قوي. لو اتكلمنا عن اداء المنتخب الجزائري النهارده، عايز اقول ان الاداء كان كويس جدا في الشوط الاول، يرتقي لكونه افضل اداء لفريق عربي في البطوله حتى الان. ولكن كمان اللي عايز اكده ان السنغال صراحه كانت قويه بدون ماني، بس ما ادتش زي اداء الجزائر في الشوط الاول. الجزائر في الشوط الاول كان اداء ممتاز جدا. مش فاهم فيها بالظبط، بس يعني الجماهير بتحس حسه كبيره جدا. عموما مبسوط جدا ان انا حضرت الماتش ده، كنت اخسر كتير لو ما كنتش حضرت ماتش مع الجماهير الرائعه دي. موافقين احنا بس نوصل النهائي ومفيش مشكلة. هتبكوا في النهائي. اوكي. هنزل لك الفيديو ده. سمعتها تزيري جزائري خوا خوا. خوا خوا طبعا. سمعتها. والله ايه اه. حضرنا لها. ايه. سمعت كل حاجة وسجلتها. اهدي اهدي. طيب. الأجواء دي والجماهير دي كانتش موجودة في أي ملعب أنا حضرته حتى الآن. أنا مبسوط جدا إن أنا حضرت مع الجماهير الجزائرية في الجو. جودري في ألجيري، ما زال السنغال، ما زال السنغال. ماشي. خلال 11 إن شاء الله نربحوها. إن شاء الله. إحنا نوصل النهائي وربحونا بعد. طبعا الجمهور في منتهى الود. أنا لا يمكن أقفل الفيديو في وجود جمهور زي ده. بجد حاجة جميلة جدا يا جماعة. ما شفتش يوتيوبر ولا ايه؟ يعني شوية. يا جماعة الراجل ده 100 100، عامل له فولو. أنت لسه عارفني دلوقتي؟ بس إيه رأيك في الجمهور الجزائري النهاردة؟ بصراحة الجمهور جامد وأجواء جميلة. أجواء ما كناش بقالنا كتير قوي ما حضرناش متوشة، بقالنا كتير قوي ما شجعناش. بجد اشتقنا. دي أول مرة أحضر.
اكتر انا مع جمهور جزائري، جمهور في منتهى الود. منتهى الود، انا مش متخيل ان هم طيبين للدرجه دي. وانا جدا وميزه كمان يا صاحبي لا عايز اقول حاجه كمان عن جمهور الجزائر. الجمهور انا حضرت كل الماتشات بلا استثناء كلهم، الجمهور الوحيد اللي ما بيسكتش طول الماتش عمال يشجع، مش ممكن يعني. تشجيع تشجيع لا لا روح روح فظيعه ما شاء الله. مين ده؟ مين ده؟ حبيبي مين ده؟ ده صديق جزائري. مرحبا بك، نورتنا في مصر. صوزني ليه ما يفهموهاش قاعد؟ لا مش فاهمين صحيح. كيف كان يوم الماتش؟ عجبك الماتش؟ عجبك الماتش؟ كان ممتاز في الشوط الاول، ممتاز اداء. الريتم قل شويه في الشوط الثاني بس طبيعي طبيعي، انت كسبت خلاص فبتهدي الوضع. شكرا. كلمه لانصار الجزائريين. انصار الجزائريين دي اول مره احضر مع جمهور جزائري. مش نورمال. كيف كانت الاجواء؟ بصراحه احسن جمهور حضرت معاه في حياتي في ماتش. جماهير ما بتبطلش هتاف، جماهير في منتهى الود، ناس ذوق ذوق. كانوا يقولوا هتفوا الجزائر كتير، هتفوا فلسطين. زيري جزائري؟ جزائري خوا 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 خوا. سمعتها كتير. فلسطين شو هذا؟ فلسطين شو هذا؟ مبسوط جدا ان انا معاكم. احنا اتفرجنا على الماتش المباراه بتاعكم، اتفرجنا على الافتتاح. لا بس انتوا احسن. ها؟ انتوا احسن بجد. اليوم حتى الان يعني بجد. جزائر حلو جدا. طيب عموما يا جماعه شفتوا الاجواء؟ انا مش عايز اقفل في الاجواء الممتازه اللي بره الملعب دي. ساعات جماهير كتير مشت بس بجد الوضع ممتاز. كيف الحال؟ كيف الحال مصري؟ قناه 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 قناه. نشكر الشعب المصري، مسؤولين تاع المصري حبيب. المجهودات ان شاء الله بعد الفوز تاع السنغال سنتنقلوا الى القاهره نشوفوا مقابله مصر. انتوا هتقابلوا مصر امتى لو فضلنا احنا نفوز وانتوا تفوزوا؟ غير النصف النهائي. نصف النهائي مع الزايد صح؟ غير النصف النهائي بنتلاقوا ان شاء الله. توقع بقى ايه رايك في الماتش ده؟ وين؟ مين يكسب؟ نصف النهائي مصر والجزائر. الجزائر. كم كان؟ ماتش صعيب، ماتش صعيب بس ماذا بينا احنا الجزائر تفوز على مصر هدفين مقابل هدف كمان. ايه في مصر. انا في وسط الجمهور المصري. يا سلام توتري في فالاجيري. لا يعطيك انا في مصر اللي اقوم بيها. مصر والجزائر خوا خوا ما شاء الله. نطيحوا فينال ونكسبوا احنا عليك. فينال او نصف نهائي؟ لا لا فينال فينال ان شاء الله. احنا الجزائر ومصر نروحوا فينال. احنا ما نبغوكمش ماتش، بنهديوكم حبيبي. هديه مع الجزائر لك حبيبي. حبيبي في مصر نوصل نهائي بس وربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا يا جماعه والله ما عايز اقفل الفيديو بجد، حاجه جميله جدا جدا جدا. جمهور واجواء ممتازه. مساء الفل. ايه رايك في الماتش النهارده؟ ايه رايك في الماتش؟ الحمد لله مباراه مليحه ومازال ان شاء الله ممتاز. مين افضل لاعب في الماتش النهارده؟ بالنصر. بالنصر افضل لاعب اليوم. باك يمين اصغر لاعب وافضل لاعب اليوم. صح. مبروك عليكم الفوز. مازال السنغال. نشوفكم في نص النهائي بقى ان شاء الله. ان شاء الله النهائي راح نفوز عليكم. ماشي يا عم نوصل النهائي ونشوف. طبعا الجماهير مسكت جماهير السنغاليه عمالين يقولوا لهم مازال 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 السنغال. شافوا عربيه معديه. بجد يا جماعه جمهور الجزائر جمهور ممتاز. جماهير فظيعة مش راضيين يمشوا مش راضيين يمشوا. بجد يا جماعة أنا ما شفتش أجواء كده ولا حتى في ماتش مصر. يعني الجماهير طالعة فرحانة وبتهتف مش عايزين يمشوا. بجد يعني أنا عشان اليوم كان مرهق جدا وأنا بادئ اليوم من بدري قوي. حضرت ماتش المغرب بعدين ماتش السنغال بعدين ماتش الجزائر، فالموضوع بالنسبة لي مرهق جدا. بس الجماهير دي يا جماعة بجد أفضل جمهور حضرت معاه في أي وقت في حياتي في استاد. صراحة أنا ما كنتش بحضر كتير قبل كده بس فعلا يا جماعة جمهور مختلف تماما.
جمهور ما بطلش وتف من اول من ساعة ما جه حتى قبل الماتش بساعة الهتاف شغال ما بيبطلوش وبعد الماتش واثناء الماتش وبين الشوطين. لا 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 مش ممكن بجد جمهور احترمه وارفع له القبعة. حتى الان افضل جمهور في البطولة هو الجمهور الجزائري برغم ان الجمهور المصري كان كتير جدا بس برضو فعلا الجمهور الجزائري كان يعني حاجة فظيعة حاجة رهيبة بجد يا جماعة. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا. متنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.